السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ معكم قناة PS4 Idea. وفكرة عمل صفحة هوست على جهاز PS4 المعدل صعبة نوعا ما، لأنك بتحتاج يكون عندك علم بلغة اسمها لغة الـ HTML اللي بتساعدك على بناء صفحة كاملة زي صفحات الهوست اللي انتم بتشوفوها يا شباب، بحيث تضيف عليها نصوص، تضيف عليها صور، ألوان، تضيف عليها أي شيء بدك إياه، لكن باستخدام لغة الـ HTML. وإذا كنت مستخدم عادي وما عندك خبرة بهاي اللغة، فمن الصعب إنك تبني صفحة من الصفر. وبما إني أنا يا شباب وعدتكم بهذا الموضوع وكيف إنه تعمل صفحة هوست، فالطريقة المناسبة اللي لقيتها إني أجيب هوست جاهز أو ملفات هوست جاهزة ونعدل عليها من ناحية الاسم، من ناحية أسماء البيلودز من إنجليزي إلى عربي، بحيث إن تكون الفكرة أسهل عليك. حتى لو إنه بدك تعمل مثلا صفحة خاصة فيك، أو إذا كنت صاحب مقهى أو صاحب محل، فبهاي الطريقة بتقدر تعمل صفحة خاصة باسمك أو باسم المحل اللي أنت بدك إياه. فبفيديو اليوم إن شاء الله راح نستخدم الهوست الخاص بكارو على التحديث 672. طبعا 672 كمثال، يعني تقدر تعمل على 505 672 702 50 51 55. لكن في البداية يا شباب، وقبل ما نبلش شغل على صفحة كارو، انا اخذت اذن صاحب الصفحة اني اعمل الفيديو والتعديل على صفحته، وهذا الحكي من باب الامانة يا شباب. خليني اورجيكو الحوار اللي دار بيننا على تويتر. انا بعثت لكارو على الخاص وحكيت له انه تسمح لي اعمل فيديو عن الصفحة الخاصة فيك على قناتي. فهو حكالي شو الفيديو، او يعني ايش فكرة الفيديو بدك تعملها. حكيت له هي عبارة عن تعديل على اسم الهوست وعلى اسماء البيلودز مثلا من لغة انجليزية الى لغة عربية. فحكالي انه ما بعرف، اعمل او شوف اللي بيناسبك واعمل. فانا حكيت له thank you، فحكالي ما عندي اي مشكلة بهذا الاشي، you are welcome. فانا حكيت له راح ارسل لك الفيديو بعد ما انهي. فحكالي اوكي. فهاي المحادثة قدامكم يا شباب، انا اخذت رأي او اخذت موافقة صاحب الصفحة الاساسي بالتعديل على اسماء البيلود، وهذا من باب العدل، لانه الشغل شغله والتعب تعبه ومش شغلي انا. كل اللي علينا راح نعمل تعديل على الاسماء وعلى بعض الشغلات بالصفحة، حتى ما يجي شخص ويكتب لي بالتعليقات انت سارق صفحة كارو ومعدل عليها. لا يا صديقي، هاي كارو قدامك اعطاني الموافقة على التعديل على صفحته، لانه الفيديو راح ينشر على اليوتيوب وراح يشوفه ناس كثير، وممكن اشخاص يعني جداد على فكرة الجيل بريك ما بيعرف انه هاي صفحة كارو، فلما يشوف اسم ثاني غير اسم كارو راح يفكر انها هاي صفحته. فأتمنى الفكرة تكون وصلتكم يا شباب. في البداية يا شباب، أنت راح تحتاج لملفات الهوست لأي فريموير بدك يا 672 702 أي فريموير بدك يا، وراح تحتاج لبرنامج النوت باد بلس بلس اللي بسمح لك بالتعديل على صفحة الجيل بريك اللي خاصة أو المكتوبة بلغة الـ HTML. خليني أورجيكم مثلا لو استعرضنا ملفات الجيل بريك، زي ما انتم شايفين يا شباب هاي جميع الملفات الموجودة هون. ولو تلاحظوا في عندي ملف اللي هو index.html، هاي هي صفحة الهوست اللي موجود فيها جميع بيانات الصفحة. شغل الصفحة. طبعا هاي هي صفحة كارو اللي بتظهر علينا كلنا على جهاز PS4. فكيف بدي اعدل على هاي الصفحة، بحيث مثلا اغير الاسم هون من كارو هوست، هذا الاسم، اغير اسم بيلود معين مثلا جولدن، اسميه جولدن بالعربي، مثلا ويب ار تي اي اسميه تفعيل ترينر، مثلا ديسيبل ابديت اسميه تعطيل التحديثات، يعني نوع من هذا القبيل، بحيث تصير الصفحة باسمك انت او خاصة فيك انت او بالشغل اللي بتشتغل. فكل اللي علينا يا شباب ان نثبت برنامج النوت باد بلس بلس.
تقدر تتجه على جوجل وتبحث عن نوتباد بلس بلس أي إصدار 7 أو 6 أو آخر إصدار وتعمله تنزيل بشكل طبيعي وتعمل له تثبيت بهذا الشكل. ومن ثم بتتجه على برنامج النوتباد بلس بلس وبتشغله. تمام، راح يشتغل معك البرنامج بهذا الشكل بصورة فاضية، فإن بتتجه على ثاني خيار Open وبتتجه مكان مجلد الهوست اللي انت نزلته لأي إصدار بدك إياه 672 وبتشغل ملف index.html. زي ما انتم شايفين يا شباب اشتغل معاي الملف، وزي ما انتم شايفين هاي لغة ال HTML اللي مكتوب فيها أو اللي مبنية فيها صفحة الهوست، فلو تلاحظوا هي نوعا ما معقدة، فالمستخدم العادي صعب جدا يعمل صفحة إذا ما كان عنده خلفية كبيرة جدا بلغة ال HTML. فبتتجه على search، على find، وبتتجه على كلمة اسمها replace، ومن هون بتختار الاشي اللي بدك تعدل عليه. مثلا لو رجعنا صفحة كارو وبدنا ناخذ الاسم اللي هو كارو هوست كامل هيك، كليك يمين كوبي ونرجع لبرنامج النوت باد وبالفراغ الاول اعمل له بيست، وهون تسمي الاسم اللي بدك اياه سواء بالعربي سواء بالانجليزي. خليني اسمي مثلا، انا عندي مجهز مجلد مسميه اسماء عربية حتى انه اختصارا لوقت الفيديو، مثلا PS4 idea 672 صفحة تهكير، باخذها بهذا الشكل كوبي وبرجع على برنامج النوت باد وبعمل هون كليك يمين وبعمل بيست، يعني راح يستبدل لي اسم كارو هوست 672 باسم صفحة تهكير PS4 idea 672، وبنيجي عند replace all وبضغط عليها بهذا الشكل وبعمل خروج وبتيجي عند خيار save. هيك انا سيفت التغيير اللي عملته. لو رجعنا على صفحة الهوست خاصة بكارو وكل علي اني اعمل هون refresh، زي ما انتم شايفين يا شباب صفحة تهكير PS4 idea 672. انتبه لما تعمل تظليل او بدك تنسخ الاسم لا تخلي فراغات، انسخه على قد الكلمة، لا تعمل فراغات هيك تمدها لهون زي هيك، اذا عملتها او اذا كان في فراغات بالنسخ على برنامج النوت باد بلس بلس ما راح يلاقي الاسم. انتبه للاسم البيلود اللي قاعد تنسخ. مثلا يا شباب لو بدي اغير اي اسم بيلود من الموجودات بالصفحة بمثلا اسم عربي على سبيل المثال، لو اجينا على تودكس وتودكس احنا مشغلها حتى تظهر كلمة ديليت اللي عليها نجمة على الالعاب وامسح الباتش المثبت على اللعبة، فخليني استبدل مثلا باسم حذف الباتش، باخذ تودكس بهذا الشكل وبعمل كوبي وبرجع على النوت باد ومن هون بعمل بيست وانا بس نضللها كامل هيك وبعمل هون بيست، ومثلا اجيب كلمة حذف الباتش كوبي وايضا من هون اعمل بيست وبعمل ريبليس أول وبسكر وأيضا بعمل سيف. نرجع للصفحة وبرضو بعمل ريفرش عشان يغير. زي ما تشايفين شباب تغير اسم بيلود تودكس وسمالي حذف الباتش. برضو لو بدك تغير مثلا payload الويب ار تي اي بنفس الطريقة بتضلل عليه بهذا الشكل وكليك يمين وكوبي، وايضا نرجع للنوت باد
على search find replace وبنعمل هون paste. وطبعا كلنا بنعرف انه الويب ار تي اي هو بيتيح لي استخدام الترينر على اجهزة البي اس 4، ف تفعيل الترينر كوبي وبيست و ريبليس اول، وايضا بطلع وبعمل سيف. وبرضو يا شباب نرجع للصفحة وبنعمل ريفرش حتى انها غيرت تشتغل. وزي ما انتم شايفين يا شباب تفعيل الترينر، وعلى هذا المقياس قيس غير اي اسم بدك اياه باللغة العربية. لكن انا بنصحك مش كل البيلود تعربها، يعني مثلا بدك تيجي على الاف تي بي اللي هي بدك تسميها الاتصال ببروتوكول الشبكة، فاسم طويل جدا. يعني في بعض البيلودز اللي خلص الكل بيعرفها ومفهومة، زي الديسيبل ابديت، انيبل ابديت، الجولد هن والهن والميرا، يعني هذول اشياء معروفة ما في داعي انك تغيرها او انك تعربها. مثلا هون ديزايند او التصميم بواسطة كارو شريفي، طبعا كل الاحترام للمطور كارو. ايضا بتقدر تظلل على الاسم و تغيره باللي بدك اياه. انا راح اكتفي بهذا القدر من التعديل يا شباب، واعمل خروج، وايضا هون اعمل خروج. حاليا انا ملفات الجيل بريك وصفحة الهوست اللي عدلت عليها جاهزة معي. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني كيف اربط هاي الملفات والصفحة اللي عدلت عليها برابط، بحيث انه اي شخص يستخدم هذا الرابط يكون شغال عنده على الجهاز. وحتى يا شباب نربط صفحة الهوست برابط زي الروابط اللي بتشوفوها لصفحات الجيل بريك، لا زي نايت كينج، ذا وولف، الزيف، او صفحة ماكيدو، صفحة كارو، اي صفحة هوست. نتجه لموقع اسمه جيت هاب. طبعا تدخل على اول عنوان بيجيك من الجيت هاب، وطبعا يا شباب موقع الجيت هاب هو اكبر تجمع للمطورين حول العالم، اللي بيحتوي اكثر من 31 مليون مطور. فكل عليك انك تعمل حساب على الموقع، وعمل حساب جدا جدا سهل. فتكتب بس اليوزر نيم والجيميل اللي عندك والباسورد، ومباشرة تعمل ايميل. فالحركة جدا جدا بسيطة. وبعدين بتتجه من هون وبتعمل ساين ان، وبتكتب اليوزر نيم او الجيميل اللي سجلته، وهون بتكتب الباسورد. خليني اكتب المعلومات وارجع لكم ان شاء الله. تمام يا شباب، بعد ما تعمل حساب وتسجل دخول بموقع الجيت هاب راح تيجيك صفحة بهذا الشكل. فكل اللي عليك انك تتجه على نيو او مشروع جديد، فبتضغط على نيو. وهون اول اشي بطلب منك تكتب اسم الصفحة اللي بدك اياها، فراح يكون او راح تكون امتداد الصفحة اليوزر نيم اللي سجلت فيه على الجيت هاب زي ما انتم شايفين، يوسف 1989. وهون راح يكون اسم الصفحة، فراح يكون العنوان كالتالي: اسم المستخدم اللي هو يوسف 1989.github.io/، والاسم اللي راح تكتبه هون. انا بدي اكتب PS4 Idea بهذا الشكل، PS4 Idea، ودائما تتركها على public. هون ما في داعي تكتب اشي، وتنزل تحت وتعطي create. تمام، تفتح معك الصفحة بهذا الشكل. فبتيجي عند خيار uploading، اي انك ترفع الملفات من جهازك او من سطح المكتب اللي عندك على موقع الجيت هاب. فبتضغط عليها، وهون بحكي لك اما انك تسحب الملفات وتضيفها هون، او تضغط على choose file نرجع لسطح المكتب 672، وهاي جميع الملفات اللي انا بدي اضيفها، فبظلل عليها بهذا الشكل وبضيفها.
فهون مباشرة شباب زي ما انتم شايفين قاعد بضيف بالملفات واحدة واحدة كل البيلودز والكاش صفحة الindex.html اللي عدلنا عليها باللغة العربية. تمام يا شباب، هيك ضاف جميع الملفات على البروفايل الخاص فيه على موقع الجيت هاب. فبتنزل لآخر شيء وبتكتب هون أي شيء حتى أنه يحفظ التغيرات. مثلا أنا بدي أكتب yes وأعطي commit change. تمام، ننتظر لحظات. وزي ما شايفين جميع الملفات انضافت على المشروع اللي عملته على الجيت هاب. فكل عليك تتجه على الثلاث نقاط اللي هون وتضغط عليها وتروح على سيتنج، ومن سيتنج يا شباب تنزل لتحت لعند خيار بيج، تنزل لهون وبتيجي عند خيار اسمه سورس وبتضغط عليه هون وبتختار كلمة مين. هذا الخيار حتى يعمل لي الصفحة ببليشد او يعمل لي اياها عامة بحيث اي شخص يقدر يستخدم هذا الرابط. وبعمل سيف، ننزل لتحت شوي وبحكي لي يور سايت ريدي تو بي ببليشد. هاي الرابط يوسف 1989.github.io/ps4idea. فبدك تنتظر 10 الى 15 ثانية حتى انه تتفعل الصفحة على موقع الجيت هاب. نفتحها بنافذة جديدة. ودن يا شباب، هيك الصفحة جاهزة للاستخدام على اجهزة البيس. طبعا يا شباب في حال بدك تحذف الصفحة كاملة موقع الجيت هاب اللي انت عملتها، فبتتجه على السيتنج مرة على هاي الصفحة، بتنزل لآخر اشي راح تلاقي delete this repository او repository اللي هو المشروع اللي احنا عملناه، تضغط عليه وبتنسخ اليوزر نيم مع اسم الصفحة اللي عملتها بهذا الشكل زي هيك، بتعمل له كوبي وهون بتعمل له بيست وبتعطي كونفيرم تأكيد وبتدخل الباسورد اللي عملته وبتمسح الصفحة كاملة عن موقع الجيت هاب. بنهاية الفيديو يا شباب بحب أشكر المطور كارو اللي أتاح لنا الفرصة إنه نعمل هذا الفيديو بشرح التعديل على الصفحة الخاصة فيه، فكل الشكر والتقدير إلو. وأتمنى الموضوع يكون عجبكم يا شباب، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم. سلام عليكم.